وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد حمد صباح سوار، المكلف بأعمال إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني. مرحبا بك، وبداية ما هي أهمية هذه المنصة الوطنية التي تم تدشينها اليوم، وما هي النقلة النوعية التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني؟ مساء الخير. طبعا بداية أرحب فيكم وأشكركم على الاستضافة. مثل ما نعرف أن الشراكة المجتمعية هي واقع حضاري في منظومة البناء والرخاء والاستقرار اللي تنعم بها مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا يأتي تدشين سيدي معالي وزير الداخلية للمنصة الوطنية للحماية المدنية كمنهجية أساسية في خلق بيئة آمنة، حيث تتيح المنصة الوطنية للمواطنين والمقيمين الوصول للمعلومات اللي تهتم بسلامتهم وتعزيز ثقافتهم فيما يتعلق بالوقاية والتعامل مع الحالات الطارئة، حيث يخدم التصرف السليم أثناء الحالة الطارئة على سرعة الاستجابة والقيام بالواجب في أسرع وقت ممكن. طبعا تنطلق المنصة الوطنية من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ وخطط وإجراءات مجلس الدفاع المدني، وتعتمد في أركانها الأساسية على تبني أهداف التنمية المستدامة اللي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخذت مملكة البحرين خطوات مهمة واضحة لتحقيقها. نعم، ما هو الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة العامة للدفاع المدني في منظومة التحديث والتطوير والمنهج الذي تسيرون عليه لحماية الأرواح والممتلكات وتهيئة المجتمع كذلك وتوعيته لتحقيق السلامة العامة؟ طبعا منهجية التطوير والتحديث هي منهجية تتخذها وزارة الداخلية من خلال استراتيجية واضحة أرسى معالمها سيدي معالي وزير الداخلية، تعتمد على التطوير التكنولوجي والارتقاء بالكادر البشري وتطوير القدرات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العالية والممتازة لأفراد المجتمع بما يسهم بشكل كبير في الاستقرار والسلامة العامة بشكل عام. نعم، الرائد حمد صباح سوار، المكلف بأعمال إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.